استاذ ماجد، يعني خلينا برضو نروح لنقط تانية لها علاقه بالقطاع المصرفي. الدور اللي قام به القطاع المصرفي على مدار الفتره اللي فاتت حضرتك ذكرت بعض منها كان مهم جدا، لكن كان في زراعه او نواه لمرحله جديده من عمر القطاع المصرفي باصدار قانون جديد للبنوك. الجهاز المصرفي اشتغل على هذا القانون او تحديدا البنك المركزي، يمكن اخذ راي القطاع المصرفي فيه. كيف ترى قانون البنوك الجديد؟ يمكن البرلمان اقره بشكل نهائي الفتره. قبل ما اكلمك على قانون البنوك الجديد خليني اكلمك على الجهاز المصرفي واقول لك ان الجهاز المصرفي المصري هو احد الاعمده الهامه جدا اللي قايم عليها استقرار هذه البلد وأمنها الوطني، بمعنى وأمنها القوم. بمعنى لو تتذكر حضرتك احنا تعرضنا لأزمات عالمية زي أزمة 2008 صحيح، وأزمة الأسواق الناشئة وخلافه. في بنوك في العالم كله وبنوك مش صغيرة أفلست. حصل إيه في مصر؟ مفيش بنك اتأثر ومفيش مودع اتأثر. تعرضت لثورات اعتبارا من 2011 والمشاكل اللي حصل، مفيش مودع خسر جنيه من ودائعه. فانت عندك الجهاز المصرفي المصري هو جهاز قوي صلب، هو زي ما بقول احد الاعمده الرئيسيه اللي قايم عليها اقتصاد هذه الدوله وانها القوم. قانون البنوك الجديد قانون في منتهى الاهميه. اخر قانون اتعمل كان قانون 88 سنه 2003. قانون البنوك بيتعدل بعد 17 سنه، فترة مش طويلة، علشان يواكب التغيرات اللي بتحصل في اقتصاد الدولة وفي اقتصاديات العالم، علشان يطبق قواعد الحوكمة اللي متابعة النهاردة في أكبر المؤسسات الدولية العالمية في بنوكنا المصرية، عشان يواكب التطور التكنولوجي ويبقى معتد في المحاكم النهاردة بالمستندات الديجيتال والمستندات الإلكترونية اللي بتطلع من الكمبيوتر. قانون البنوك علشان نقطة مهمة جدا كمان، يعلي رؤوس أموال البنوك، لأن النهاردة بعد التعويم والتطورات أصبح رؤوس أموال البنوك والقاعدة الرأسمالية للبنوك الحقيقة محتاجة لدعم، لأن المشروعات حتى اللي بتتعمل النهاردة، المشروعات اللي بتنشأ بتتعمل بتكلفة استثمارية عالية جدا، فمحتاج أنك أنت تدعم قواعد الرأسمالية للبنوك عشان تقدر تدخل تمول. فقانون البنوك الجديد من وجهة نظري هو قانون جيد جدا، جاي بعد فترة. يعني باعتباري أحد عملاء القطاع المصرفي بشوف أن من أهم النقاط في القانون الجديد هو حماية حقوق العملاء. طبعاً. أول مرة نشوفها في قانون النهاردة للقطاع المصرفي. طبعاً. ده زي هيغير شكل التعامل مع القطاع المصرفي؟ هو بيطبق الشفافية أكتر في التعامل، أن العميل لازم يبقى عارف مقدماً هو بيتعامل مع البنك كل ما يطبق عليه من أسعار فوائد وعمولات، وهو يبقى شايف حقوقه في التعامل مع البنك، يبقى في شفافية في التعامل ويعلم أنه لو في أي حاجة فيها اعتداء على حقوقه يقدر ياخد حقه العميل. أستاذ ماجد، يعني من النقاط المهمة، مصر ترأست يعني البنوك المركزية الإفريقية، الأستاذ طارق عامر كان رئيسا لها، لعبت دور قوي مصر في التعاون وزيادة التعاون مع الدول الإفريقية. الجهاز المصرفي سواء بنتكلم على تدريب وتطوير، سواء بنتكلم على تعاملات مالية مع المؤسسات المصرفية الموجودة في الأسواق الإفريقية، كان مهم جدا وكان واضح خلال الفترة الأخيرة. الأهم فكرة النفاذ إلى هذه الأسواق وتواجد البنوك المصرية سواء من خلال مكاتب تمثيل أو فروع أو خلافه في هذه الأسواق الإفريقية، هل شايف الملف ده إزاي؟ ده ملف في منتهى الأهمية. خليني أقول أفريقيا إحنا على مستويات متعددة الحقيقة، يعني على برضو مدار عقود سابقة إحنا أغفلناها شوية أو بعدنا عنها شوية، ويمكن الدور المصري كمان توارى حبتين، ده بيرجع النهاردة وبيرجع بقوة. الدور المصري في أفريقيا بيرجع، التواجد المصرفي وتواجد البنوك المصرية في دول أفريقيا شيء مهم جدا من خلال فروع لهذه البنوك، لأنه أولاً هو بيسهل التجارة بين مصر، التجارة البينية بين مصر وبين هذه الدول. ثانيا هيساعد في جذب استثمارات أفريقية إلى مصر والعكس، واستثمارات مصرية في أفريقيا. فوجود البنوك المصرية في دول أفريقيا شيء أهم جدا. أستاذ ماجد، خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم على محطة مهمة جدا في حياة حضرتك ومحطة أخرى
مهمة أيضا، هي فكرة تطوير بنك التنمية الصناعية وتحويله من بنك بيخسر لبنك النهاردة بيكسب. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية، ونكمل حديثنا مع الأستاذ ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية. أستاذ ماجد، السؤال قبل الفاصل كان لحضرتك عن محطة مهمة في حياة حضرتك، وهنتكلم أيضا عن يعني التطور اللي حصل في بنك التنمية الصناعية خلال الفترة الأخيرة. أهم المراحل اللي من وجهة نظرك شفتها كانت مؤثرة في حياتك المهنية كانت إيه؟ كانت أول فترة في حياتي اللي هي تقريبا كانوا العشرين سنة، يعني أنا ابتديت سنة الأول في البنك الأهلي بعد تخرجي وبعد ما خلصت تجنيدي، وبعدين بعد كده رحت على البنك المصري الأمريكي قعدت فيه 20 سنة. دي كانت أهم محطة في حياتي وكانت مرحلة مهمة جدا. ليه مرحلة مهمة وليه أهم وقت في حياتي؟ لأن دي كانت مرحلة البناء والتأسيس. أنا عايز أقول إن يمكن المرحلة دي كانت نقطة، كانت برضو مرحلة مهمة جدا في حياة الجهاز المصرفي المصري، لأنه في الفترة دي فترة أواخر السبعينات بداية الثمانينات كان في بنوك عالمية كبيرة كانت بتشتغل في مصر، وكانت زي مثلا تشيس مانهاتن كان عمل تشيس ناشونال اللي هو بقى سي اي بي، زي امريكان اكسبريس من خلال اشتراكه مع بنك اسكندريه والبنك المصري الامريكي، بنك امريكا وخلافه وخلافه. ليه كانت مرحله مهمه؟ لان دي كانت فتره البناء، ولانه انا اتعلمت فيها وشفت فيها قد ايه مهم انك تنمي وتعتني وتهتم بالعنصر البشري. الحقيقه الناس دي صرفت كتير جدا علينا في دورات تدريبية وفي الاهتمام بتعليمنا ورفع كفاءتنا. دي كانت فترة ومرحلة البناء، وده شيء مهم جدا جدا جدا. أنا عايز أقول إنه الفترة دي خرجت، يعني كانت مدرسة مهمة سواء على مستوى هذا البنك أو غيره، بأنها خرجت قيادات وخرجت ناس مؤهلة فنيا وإداريا إنها تقود. دي مرحلة مهمة كانت، دي تقريبا كانت أهم مرحلة في حياتي.